اهلا وسهلا بك يا صديقي في برنامج الفاينل، حلقه جديده من حلقات برنامج الفاينل. وطبعا كلنا عارفين ومنتظرين النهارده قرارات اتحاد الكوره اللي هي هتكون فيها، هل فعلا ايهاب جلال هيتم اقالته ولا هيستكمل مشواره مع منتخب مصر. اتحاد الكوره بيطلع ببيان في كل القرارات اللي هو كان بيناقشها في المجلس الاخير، وكل القرارات كانت على هيئه حاجه واحده بس، حاجه اجنبي، مدير فني اجنبي، خبير تحكيمي اجنبي، كل حاجه اجنبي. طبعا تم توجيه الشكر الكابتن ايهاب جلال على الفترة الرائعة اللي قدمها مع منتخب مصر، اللي هي اصلا مباراتين او ثلاث مباريات، كسب واحدة بالعافية وخسر مباراتين. طبعا ما حمدش ايهاب جلال الكلام ده، ولكن هو لم يؤدي مع منتخب مصر، وايهاب جلال خلاص تم توجيه الشكر ليه. ويبحث اتحاد الكرة حاليا ان هو يتعاقد مع مدير فني اجنبي لمنتخب مصر. وطبعا لما يكون مدير فني اجنبي، يعني في وقت لسه هيحاولوا يتعاقدوا مع مدير فني اجنبي. وطبعا عدم تولي مدير فني مصري للمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي حاليا من دون مدير فني. وتم عرض اتحاد الكره على اكثر من مدير فني مصري، ولكن حاجه غريبه ان كلهم رفضوا، ورفضوا ان هم يستلموا المهمه دي، ورفضوا ان هم يخشوا اصلا في حاجه تبع اتحاد الكره في الوقت الحالي. اتحاد الكره بيفكر يتعاقد مع مدير فني اجنبي برضه للمنتخب الاولمبي، كده اتنين مدير فني اجنبي. القرار الثالث والقرار غريب وعجيب، مش عارف ايه هو اصلا او ايه وظيفته، تعيين مدير فني لاتحاد الكوره. يعني ايه تعيين مدير فني لاتحاد الكوره؟ انا عن نفسي مش عارف يعني ايه مدير فني لاتحاد الكوره، ده وظيفته ايه مثلا؟ ده اللي بيحط التشكيله، مين يجي الاول مين يجي الثاني في اتحاد الكوره؟ يا ريت اللي يعرف ايه الموضوع ده يكتب لي رايه تحت في التعليقات، يعني ايه مدير فني لاتحاد الكوره. رابع حاجه، وطبعا كلنا عارفين ان التحكيم في مصر بعافيه شويه، لا بعافيه شويتين ثلاثه اربعه، فاتحاد الكوره هيحاول يتعاقد مع خبير تحكيم اجنبي عشان يظبط الدنيا. والله لو جبت حكام الاجانب كلها موجوده عندنا مش هيقدوا باي حاجه، لان احنا طبيعتنا كده، دورينا كده، واحنا راضيين بيه كده. والله لو جبت مين في الحكام زي ما هي، الحكام مش حكام بتوعك. فدي كانت اهم القرارات اللي اخذها اتحاد الكوره. لكن كان اهم قرار كنا مستنيينه من اتحاد الكوره هي اقاله اتحاد الكوره باكمله، من اول جمال علام لغايه اصغر واحد موجود في اتحاد الكوره الحالي، لان كفايه جمال علام، كفايه كل الفساد اللي بيحصل في اتحاد الكوره. الناس كلها انتظرت قرارات اتحاد الكوره، ولكن الكل كان ينتظر اخر قرار ياخدوه ان هم استقاله اتحاد الكوره. اتحاد الجزائر لكره القدم بعد فشل تاهل الجزائر، كلنا شفنا الجزائر خسر ازاي المباراه امام الكاميرون، وكان في لغط تحكيم كتير، ولكن عشان ما قدروش يوصلوا لكاس العالم كلهم تقدموا باستقالتهم، ويتم تعيين ناس جدد في اتحاد الكوره الجزائري. دول فعلا الناس اللي بتخاف على مصلحه البلد وعايزه الخير لبلدهم وعايزه الخير لمنتخبهم، لكن الناس دي بيمسك الكرسي مش بيطلع منه غير لما بيقفل 5 6 مليون على قفا اتحاد الكوره. وطبعا اتحاد الكوره القرارات دي كلها اعلنها بنص واحد، مدير فني اجنبي، اي حاجه مدير فني اجنبي. مدير فني منتخب مصر، مدير فني اجنبي، مش عايزين مصري. مدير فني منتخب الاولمبي، وعايزين مصري. ندور مين مصري؟ مين يمسك؟ انت تمسك؟ لا انا مش همسك ولا واحد مدير فني مصري قبل يمسك المهمه دي. عشان كده برضو الحل الاسهل، حاولوا تعاقدوا مع مدير فني اجنبي. وطبعا عايزين مدير فني اجنبي لاتحاد الكوره عشان يظبط الدنيا معانا، عشان الدنيا بايظه، مش عارف ايه هي وظيفته دي اصلا. تعيين خبير تحكيمي، دي اهم القرارات، وكلنا انتظرنا استقالة اتحاد الكوره، ولكن ده مش هيحصل ومش هيحصل. بتمنى منك يا صاحبي تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه، وقول لي رايك في القرارات دي، وسلام.